مشاهدينا مع بداية الأسبوع بتمنى يحمل معه كل خير وأمل لكل اللبنانيين، خصوصاً أنه اليوم نحن بلا رغيف لأنه الأفران بعدها مستمرة بإضرابها ليوم واحد على أساس، ولكن ما بنعرف بعد اجتماعهم اليوم الساعة 2 بالسراي الحكومي مع دولة الرئيس الحريري إذا بيطلع الدخان الأبيض وبيتفقوا مثل ما تم مع أصحاب المحطات المحروقات. بكل الحالات أمام اللبناني ما بقى في أي خيارات، بده يرضخ على الواقع الأليم يلي هن عيشوا فيه، يعني فاتورتين كهرباء، فاتورتين مي، أقساط مدرسية مرتفعة، سعرين للدولار، اليوم ما في رغيف، بكرة ما بنعرف شو بيصير، وبالتالي هذه الدوامة يعني رجعت الناس على أيام الحرب تقول رزق الله كان في بحبوحة. نحن اليوم مع استقرار أمني مفروض نكون بأحسن أحسن أحسن حالاتنا. مين وصلنا لهون؟ ليه وصلنا لهون؟ يمكن سؤال كتير كبير، ولكن كل لبناني اليوم عم يسأل حاله نحن منستاهل هالقد؟ معلومة. بمعلومتنا لليوم بداية بدي بلش بالحريق يلي شب في المشرف، ويلي من شوي كانت وزيرة الداخلية مع مدير عام الدفاع المدني عم يتفقدوا هالحريق يلي اليوم أوقف المدارس بالمنطقة، وبالتالي صار بده كمان تدخل جوي لأنه في كمان خطوط توتر عالي، كمان مفروض كهرباء لبنان تكون أخذت قرار، بالفعل أخذت هذا القرار، فأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها وتسهيلا لعملية الإطفاء الجوي للحريق المندلع في المشرف قامت بعزل خطي توتر عال رئيسيين، زهراني عرمون وصيدا عرمون 220 كافي كيلو فولت، وبالتالي الأمر الذي اضطر إلى تخفيض إنتاج معمل الزهراني، وعليه فإن التغذية بالتيار الكهربائي ستنخفض طوال فترة العزل عن مختلف المناطق اللبنانية لا سيما تلك التي تتغذى على خطوط 220 كيلو فولت ومن بينها بيروت الإدارية، علما أنه العزل سيستمر لحين انتهاء عملية الإطفاء الجوي. وطبعا نحن بدنا نقدر كل الجهود الدفاع المدني والجيش اللبناني وكل من يساهم اليوم في إطفاء هذا الحريق، وبرجع لموضوع الدفاع المدني وعناصره اللي بيستحقوا اليوم قبل بكرة تنبت كل قضاياهم، وسمعتهم من شوي عم بيقولوا للوزيرة جوي كتير منيح الإطفاء ولكن لازم ندخل على الحريق، والظاهر منهم عندهم كل المستلزمات، وهون للأسف نحن باقيين على 3 أيام بهذه الحرارة وفي رطوبة كمان، يعني من أبسط الأمور بيصير في حرايق، مفروض التنبه دائما، وعند يعني إذا الواحد بيلاحظ أول شرارة تطلع دائما يتواصل مع الدفاع المدني على 125، وإن شاء الله بينخمد الحريق وبينطفي بسرعة كتير، ممكن بترجع الكهرباء وبترجع الأمور العادية إلى منطقة المشرف. اتصالاتكم مشاهدينا على 04444444، وهون بدي أقول كمان أنه بمعلومتنا كمان مدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر اليوم قرار حامل الرقم 737 بتاريخ اليوم 14/10/2019 أوقف فيه السلفات المالية للاستشفاء بمستشفى قلب يسوع، وذلك بناء لطلب او بناء لتقرير موافقه المرض والامومه وموافقه ايضا التحقيقات يلي حصلت بالضمان الاجتماعي، فاتخذ هذا القرار ونبه طبعا كل المخالفين انه يتحملوا مسؤوليتهم. كمان بالمواضيع إذا في اتصالات بخدها حتى ما آخر. ألو ألو بونجور. بونجور، بدي أنا بلغك عن طريق جسر القاضي. أوكي. جسر القاضي اللي هي بمنطقة علي. إيه. صار لها تقريبا من آخر شتويت الماضي هالشتوى اللي إجت القوية وزحلت كل الطريق. نعم. هلا بعدها ماشي، بعد في سيارات تمرق عليها. نعم. كل يوم نمرق عليها بس كتير بخطورة. يعني هلا خيفانين إذا شتت بغزارة ترجع تنزل من جديد. تنزل كلها وبيعود بعيش حدا في يمره، وإذا حدا بنا نقطع الطريق بنا نبرم برمج في نص ساعة من مطرح تاني دا فينا نقطع،
صرنا حاكيين كثير. قال هاي ما لها رئيسية تابعة لبلدية رمحالة. هلا هي هاي طريق بتوصل بين رمحالة وبين دركوشة. قال رئيس بلدية رمحالة التلزمت لما بعرف لأي شركة وهي بتبلش فيها. هيدا الحكي من شي شهرين ثلاثة ولا هلا ما بين شيء. اوكي هو تأخير يمكن بالموازنة أو شيء. خليني أسأل عنها وأكيد في كتير منها طرقات يعني مثل كمان مدخل شكة وغيره يلي سنة الماضي يعني كلنا كنا عم نتابع الانهيارات يلي صارت واللي كان مفروض أنه بالصيف ينشغل عليها حتى نكون حاضرين بالشتي. يعني موضوعين أساسيين إحنا رح نتابعهم مع الوزارة تشوف إذا هني عندهم إمكانات ولا لا. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو بونجور. اهلا. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. بليز نحن انا عم بحكيكي باسم بجبال حي الحاره تحت أوكي. مستشفى المعونات. نعم. عندنا نحن قلنا شهر وجمعه مقطوع التليفون. اجوا قطشوا لنا الشرايط اللي عم بيظبطوا الانترنت وحطوا لنا اياهم على كعب البنايه. شكوى اثنين ثلاثه باوجيرو ونحن ثلاث بنايات بلا تليفون ولا انترنت. اف إلنا لا. شهر وعشرة أيام. بلغتوا أكيد أنتم. بلغنا وشكاوى وكل شيء بركي في قدرة أوكي. تصل فيهم. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو. يعني اليوم رح ندخل على المتابعات. بمتابعتنا بموضوع طريق كسبة اسم معروفة بالحرية وظهر الزاوية. نحن صراحة اللي عرفناه من البلدية اليوم انه في حوالي 50 متر هودي بدهم تزفيت ولكن البقية هي طريق كلها زيتون بتوصل لدير سانت ريتا. لما كانت البلدية عم تعمل الصرف الصحي تمده طلبوا منها توسيع الطريق. هي ما كان في طريق طلبوا منها مد صرف صحي وتوسيع طريق لأنه كان في تخطيط وتنفذ التخطيط ولكن اليوم مش بإمكانية البلدية إنها تزفت ولكن بعتي كتب لاتحاد بلديات الكورة إذا فيهم يساعدوا ولا الوزارة مين بيقدر يساعد حتى على القليلة أولا نبلش بالخمسين متر اللي في عليها حوالي أربع خمس بيوت وبعدين بتبلش الطريق بعد هالخمسين متر بتروح 450 متر توصل للدير. هيدي كلها زيتون يعني إذا صار في إمكانية لتسفيتها ما بيتأخروا أبدا لأنه اليوم وزنة البلدية ما عم تكفي إلا للرواتب وبعض القضايا التركينة إذا صار لا سمح الله شيء يقدروا يتصرفوا بالمصاري. فاليوم بانتظار اتحاد بلدية الكرة إذا بيقدر يساعدهم بتسفيتها أولا 50 متر للبيوت وثانيا للطريق الزويتين يعني اللي في عليها زيتون حتى توصل لدير سانت ريتا وتتزفت مرحلة ورا مرحلة ولكن حاليا بالوقت الحاضر ما في إمكانية للتسفيت. موضوع آخر في اتصال. ألو. 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 تفضل. تفضل. ألو مرحبا. أهلا. أهلا تفضل. مشو أنا معك تفضل. أهلين تفضل. شو عندك؟ عندي شكوى بدي عندي أمي موظفة إلى 40 سنة. نعم. نعم. عندي أمي موظفة إلى 40 سنة. نعم. كمل عم بسمعك. بوزارة الصحة. أوكي. بوزارة الصحة. نعم. فطلعت من ست أشهر تعويض صرف. تعويض صرف؟ أوكي. أيوة تعويض صرف. نعم. راحت للطالب بالتعويض تاعو بيوم بيقولوا له وزارة الصحة مش دفعت لك 20 سنة ضمان. هي كانت موظفة ثابتة أو تعاقد؟ تعاقد. إذا في تعاقد ما في ضمان، كانت تستفيد من الضمان لما كانت بالوزارة؟ هي يعني هي ما في يوم. أجير يوم. هي أجير يوم بس أجير إنه يوم. وزارة الصحة ما بتحط ضمان. ما وزارة الصحة ما كل لا مضمونة على وزارة الصحة. هي استفادت من وزارة الصحة خلال فترة العمل؟ استفادت من الضمان؟ من الضمان؟ ايه كيف بعد لهلا ما زال لهلا طلعت من الشغل بعد لهلا مضمونة. بدي اسألك يعني اليوم أجيرة وبالتعاقد وضمان بدي اسأل اوكي؟ خليني اسأل بهذا الموضوع. طيب
حتى اعرف فين ونمشي. شغله ثانيه، نعم. واجت طلبت انه بدها تشيل اسمها من الضمان، بدها تسافر، ما كان يشيلوا لها اسمها، فشو بدنا نعمل نحن بهذا الموضوع؟ قاعد حلوه على وزاره الصحه، قاعد وزاره الصحه بتقول هيدي المشكله عند الضمان، وشو بدها تعمل؟ مانا عارفه شو بدها تعمل، هي اليوم عندها موعد بالضمان الاجتماعي. اوكي، عندها رقم بالضمان. اجت على الضمان الاجتماعي قالوا لها عندها 20 سنه. طيب، يعني عندها 20 سنه لازم تقبض ال 20 سنه. هي عندها شغل 40 سنه. اوكي، بس بيقبضوها فقط 20. مش عم يدفع لها وزاره الصحه، وزاره الصحه ما عم تدفع لهم الضمان. هي مضمونه عادي، بس اللي هي وزاره الصحه ما لنا مسدده الفواتير تاعولها. طيب خليني اسال عن الموضوع لشوف شو بنقدر نعمل، اوكي؟ لنقول ليش محسوب 20 سنه مش 40. خلينا نشوف شو الوضع. اهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو. الو، تفضلي. منظور مدام ريتيكا. بونجور مدام ريت. معك رولا هاشم من النبطيه. اهلا فيك. اهلا، تفضلي. في انا عندي المفروض اعمل ميكانيك لسيارتي من هداك الشهر. نعم. ومتاخره هلا لانه هن عاملين عفو، وبننزل بنلاقي السير من الزهرانه للغزيه، بيقولوا لي مدام روحوا قفي بالصف. مثل ما صاير اليوم بزحله، مركز يعني واحد لكل منطقه البقعه. قصدي فيهم يعملوا لاين للي مش متاخرين بالدفع، وبدهم عفو يعني للي مستحق هلا مثلا. مظبوط. الميكانيك تبعه، واللي متاخرين ومضطرين يوقفوا بالدور لحتى اللي ينعفوا من المتاخرات يستفيدوا من التخفيض. نعم. يعملون لحالهم يعني. انه انا المفروض هلا اتاخر شهرين ثلاثه ليوقفوا العفو، لانزل انا ادفع ميكانيكي بكون انا صار علي كمان بصير صار عليك يعني. غرامات. لكن صراحه هيدي مشكله المشاكل اليوم، كمان نفس الشيء صاير بمركز زحله، لانه ما في الا مرق يعني كل يعني جبل لبنان مركز. ما بعرف كم يوم لحتى 100% 100%. ما فيك كمان يعني تطلع تقعد 3-4-5 ساعات لحتى يعني. اكيد لا، وانا كمان معلش يعني صرت عمر ما بيسمح لي نقعد بالسياره بالشمس 4-5 ساعات. هيدي مشكله عم تتكرر دائما وسنويا، وكنا نوعدنا بمراكز جديده بالمناطق حتى تريح شوي وتخفف على المراكز الحاليه، ولكن لا الشركة تغيرت بعدها كمان بالتمديد، ولا المراكز الجديدة اللي انحكى عنها في أي در يعني ما في أي جديد عنها، ما حدا عم يحكي عنها إطلاقا للأسف الشديد. يعني يا مواطن بده يعمل واجباته، بده يكفر وبده ما بعرف كم يوم بده ياخد إذن من شغله حتى يقوم بواجب لازم يعمله، والدولة مش مأمنت له إلا العذاب والقهر. معك حق، السنة هلا ما بقى نقدر نعمل شيء، ما رح يقدروا يخلقوا المراكز بكبسة زر، ولكن يعني تعب المواطن من هذا الموضوع. معك حق، يعملوا لاين ليلي عندهم غرامات يعني يستفيدوا من التخفيض، ولكن يلي هلا فترة دفع الميكانيك عندهم يكون عندهم كذا لاين حتى ما يتأخروا. معك حق، مش دايما المواطن الصالح بده يدفع ثمن أي مواطن بيتأخر وبينطر، صاروا بينطروا يعني ما عادوا يدفعوا على الوقت، صاروا بينطروا وقت التخفيض. باخذ اتصال ثاني. الو. اهلا، يعطيك العافيه. اهلا. بدي خبرك عن حادثه صارت نهار الجمعه. نعم. في ثلاثه راكبين على موبيلات بسائل حدد، ماشي مدام دموزيل ما بعرف مع سياره بام بيضه، بكبوا حيلهم قدامها، بتخبص الثلاثه بنقلوهم على مستشفى سان جورج بالحدد. نعم. ما في حدا منهم لابس طاسه، الحمد لله ما حدا توفى منهم، بس ايديهم شيء مكسر، تردد ومشاكل. بس لا حدا منهم لابس طاسه. بس هالبنت المعطره يعني شو هالوهل اللي اكلتها؟ يعني مش بس وهله، وبيلانون اللبنان بالمستشفى مصاري لجبروها، نحن لحقنا بتعرف الشعب اللبناني بس يشوف حادث كله بيركض. نعم. دفعوها لقدرت فوتتهم لتكفل اكيد الانشورنس، ما بعرف شو الوضع، بس بالنهايه عمرهم تحت 18، بديش انا اعطي الهم لاولاد اللي عمرهم 16 و15، بدي اعطي الهم الدوله ونيه، بتترك هالموبيلات على الطرقات بكبكبوا حيلهم قدام السيارات وبيخربوا بيوت العالم. يعني خربوا لها بيتها وكسروا لها سيارتها وانقطع قلبها من هالحادث اللي صار، وبالاخر
حضرتهم ما في واحد منهم بحق له ما معه دفتر سويق او ما حدا لابس طاسه. من هيك هذا منه بقى مزبوط. هذا من هيك مع وزيره الداخليه والبلديات خفضت كل الرسوم المتعلقه بالموبيلات وبال بال بهالآليات هيدي موبيلات وموتو وغيره حتى تشجع كل يلي عم بيسوقوا موبيلات يروحوا يشرعنوا حالهم يعني يدفعوا قليل ولكن يعني يكون عندهم الطاسة وغيره يعني ما تكون موبيلاتات تبعهم مش شرعية. معك حق 100% وبقانون اللبناني يلي بدق بالسيارة خسر حق على السيارة يعني غريب. نعم. كمان هذا القانون بدي شغل وحدة قوى الأمنية تروح تشوف قديش أعماره ومجهزة أهله وتشوف إذا معهم دفاتر سويقة لأنه مش بس خفضت الرسوم خفضت كمان لدفاتر السويقة ليكونوا شرعيين يعني ما تكون الأمور في التاني هيك يكون في مرجعية كمان. أهلا وسهلا فيك ملاحظتك بمحلة وبعرف شو عانت هالبنت يعني بعرف دال وهل الأكلتها بعرف كتير بقدر وضعها. كمان اتصال. ألو الو تفضلي. بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم ليك وحياتك بدي اتشكى شكوى بجوني انا بالمعاملتين بيتي. نعم بيتي اسم انا قاعده مع ابني اسمه فيكتور الهيشي. نعم البيت ما بعرف رقمه بس بعرف انه حد الاركادا مارينا. نعم في واحد مستاجر عنا. نعم حد مني انا قاعده حد منه بيروح يجمع سندي وقناني وصار عامل حد البيت قد البيت مزبلية جاية نتشكل الدرس بيجوا بيقولوا له شيلوا وبيروحوا صار لنا 3-4 سنين نحن وياها. ما حكيتوا البلدية؟ حكينا البلدية وحكينا الدرس وثلاث أربع مرات مش مرة واثنين وما بدوش علينا بدنا نشوف تليل البيت فيران وجرادين. طيب نحن رح نحكي البلدية بلكي بتبعت حدا شرطة عندها ولا بنحكي الصحة كمان لكن هو البيت حام ابي الأركادة. ايه اوكي بيت كفتوري. عندك شي رقم شكوى ولا شي ولا ما تشكاش بشكوى رسمية؟ لا. انا كنت روح على السرايا او روح على البلدية. لا هو الاصول تتشكي شكوى رسمية وتاخدي رقمها وتتابعيها يعني هيك. طيب. افضل عرفتي نحن رح نساعدك بس افضل هيدي الطريقه. طيب جربي لي هيدي انت ما ما ما, ما مشيت انا بروح بتشكر. اوكي اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. بونجور مدام ربيكا. بونجور. لو سمحتي في عندي بس شكوى. نحن ساكنين بالمنصوريه. نعم عم نطلع وننزل بالليل في مفرق اسمه شارع جبران التويني نزل جبران التويني. حدا حكيني عنه قالوا لي صار لدرجه انه السيارات عم تتكسر عليه. مدام مضبوط وفي مشكله انه ما في حيط دعم على القليل يحط بلوكات بطون مش انا ما بدهم يحطوا حفه في بلوكات بطون عم بكبون وين ما كان يحطوا صف بلوكات ما حدا ينزل بالوادي. اوكي معك حق. السياره ضحطت بالسيارة او يسكروها يعني اذا مش قادرين اذا في خطر على السلامه العامه مش قادرين ياهلوها بدهم يتحملوا مسؤوليه يعني اذا لا سمح الله صار حادث او اي شيء. معك حق. عم بيشتغلوا بلديه المنصوريه بتشتغل ليل نهار بالطرقات. نعم ليل نهار ما بتوقف وهيدي ما عم بحطوا لها كم بلوك فما حدا ينزل بالوادي. نحن رح نحكي نرجع رئيس البلديه. كمان اتصال. صوره اليوم بنشوفها سوا. يعني مثل ما حكينا المسوع عن موبيلاتات هيدا الشيء كمان مش مسموح انه ما بعرف كم شخص بهالسياره هي ما بعرف كم شخص وما حدا وقفهم ولا شيء وعلى قلبهم مثل العسل يعني اذا فريم واحد ولا لا سمح الله شي حادث شي حدا يعني شو بيصير كثير عم بيكون عندنا للاسف الشديد عم نخسر كثير ناس عم بيكون في عندنا جرحى قتلا بسبب حوادث السير لأنه في كتير ناس بعد ما عم تلتزم بقانون السير اللبناني. بكل الحالات نحن حبينا نفرجي هالصورة وفي مثل كتير على طرقاتنا ومنتمنى نتخذ إجراءات بحقهم. كنت بدي أحكي شوي اليوم بموضوع الآلية المولدات الكهرباء يلي
أصحاب المولدات اليوم عم بيطالبوا بإعادة النظر فيها، خصوصا مع الأستاذ خالد نخلي المسؤول بالوزارة الطاقة، ومع الدكتور غجر المستشار يلي رجع على الوزارة، يلي هن بيوضعوا الآلية، مع أكيد لجنة تتألف لجنة مع أصحاب المولدات حتى يرجعوا يعيدوا النظر بالموضوع، لأن الوزارة عم تعطيهم 25% أرباح على فقط مصروف المازوت، بالتالي صاحب المولد منه تاجر مازوت، إنما هو طبعا إذا يعني ما في أرباح يعني مش المازوت هو اللي بده يعطي الأرباح. نحن بكرة بحلقة بكرة بعطي تفاصيل أكثر بالموضوع. الموعد بيتجدد إذن مع الـ MTV الحل عنا بكرة، إلى اللقاء.